خالق رئيس مجلس إدارة نادي الفتح، أحييك مهندس. بالتأكيد نقول لكم حظا أوفر هذه الخسارة. من يشاهد هذه المباراة لم يرى الفتح يقدم مستوى فني جميل كما تعودنا دائما في بعض الجولات. والله اللهم لك الحمد والشكر، يعني قضى الله وقدر. أتوقع اليوم ما كنا في يومنا، كان فريق بالكامل مو في يومه ولا قدم المستوى اللي يعني مفروض أنه أهل أنه يفوز. فأظن أن إحنا ما كنا كويسين. ألف مبروك لنادي الحزم وهار لك لنادي الفتح. أظن اليوم إحنا تأثرنا بالغيابات وفترة اللي هو فيفا ديز اللي راح فيها ثلاث من عناصر فريق مع المنتخب الأولمبي واللاعب كابتن رياض منصور مع منتخب الفريق الأول. أتوقع أنه أثر علينا غيابهم، ما جاءوا وصلوا لنا إلا أمس. ثلاث من عناصر الفريق الأولمبي وصل لأمس، لعبوا مباراة قبل يومين، أعتقد غيابهم أثر. كذلك إصابات وغيابات المجموعة من اللاعبين أثرت علينا. عندنا اليوم عندنا أكثر من 4 أو 5 لاعبين غايبين بسبب الإصابة. أعتقد أن إحنا ما كنا اليوم جاهزين ولا كنا في الفورم، يعني في الثنتين، يعني لكن كنا النكس. وكذلك المجموعة اللي لعبت اليوم ما كانت في مستواها، عندها أفضل من كذا بكثير. ما أعرف يعني سبحان الله، ما كان يومنا اليوم. خلني بسألك مهندس سعد، بكل تأكيد وجود الفريق الفتحاوي في سلم الترتيب في مناطق الدفاع في المنتصف أعطى ثقة زائدة لدى اللاعبين بصراحة؟ لا ما نقول ثقة، يمكن أظن أن الموضوع الدافع، يعني الأندية اللي تقاتل على 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 البقاء يعني عندها الدافع للفوز من أجل البقاء. بالنسبة للأندية اللي في الوسط يعني يبقى مهما تحفز اللاعبين يكون موضوع يكون في أريحية في منطقة الوسط، تحاول أنك تحسن مركزك، بس دافعية لتحسين المركز ما هي مثل الدافعية مثلا للبقاء أو للمنافسة على مراكز متقدمة. فيكون يعني الدافعية تكون يعني إلى حد ما يعني مفقودة. بالتأكيد أنت تبي تفوز في كل مباراة، تبي تقدم، لكن لما تقابل فرق اللي تلعب تصارع الهبوط أكيد بيقدموا كل ما لديهم من أجل التمسك ببقائهم في المركز هذا. كذا يعني فتكون مباراة مع الفرق هذه صعبة جدا، يعني كانت مباراتنا مع الوحد صعبة، مباراة مع الباطن خسرناها وكانت صعبة، وكذلك اليوم مباراة الحزم كانت صعبة. فطبيعي أن المباراة هذه في آخر الدوري أنت ما تكون ما عندك يعني ما يعني دافعيتك أقل من دافعيتهم، بالتأكيد بتكون مباراة صعبة بالتأكيد.